نحن نعرف الأستاذ الأخنش عبد الرحمن كأستاذ لغة عربية، كما نعرف جيدا الأستاذ كشاعر، وخاصة عندما نتكلم عن الوطن، وقد كثيرا ما نطلق عليك اسم شاعر الوطن. كيف كانت حكايتك أو بدايتك مع الشعر؟ الشعر رحلة في الحقيقة ليس جديدا عن محيطنا، فالجد شاعر والأب شاعر والخؤولة شعراء والعمومة شعراء، الشعر ليس بعيدا عنا من حيث المصادر ومن حيث الحضور. تجربتي مع الشعر كانت تعود إلى بداية العشرينيات من عمري، حيث كنا نتجاوب مع شتى العواطف ونحاول أن نترجم أحاسيسنا ومشاعرنا من خلال هذه النصوص البسيطة التي كانت أداة عزف لما نحسه يومها. ثم مضت التجربة المحتشمة، قد تكون فنيا تتراوح بين المقبول والمردود، ولكنها تجربة على كل حال.